الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى ثروه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلام عن مكارم الأخلاق وذلك لأسباب. السبب الأول أن مكارم الأخلاق من الدين، ولذلك ذكرت هذه المكارم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والناظر إلى السيرة وإلى آثار وتراجم الصحابة وأخبارهم يجد هذه المكارم واضحة بينة جلية. يعني الكلام عن مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق ليه؟ لأنها من الدين. أخرج الإمام الترمذي في سننه وحسنه الألباني رحمه الله من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. وجاءت هذه الرواية عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قال: وحسن الخلق كما قال الحسن البصري رحمه الله وكما قال عبد الله بن المبارك، حسن الخلق في ثلاثة أمور: بذل الندى، الزول يكون كريم، وكف الأذى، ما تأذى الناس لا باللسان ولا بشنو ولا بالفعل، وطلاقة الوجه، يكون وشك ده شنو طليقا. وجماعة ركزوا معي شديد جدا، الأنوار دي خلوها والكرسي بتاع الحلاق خلوه والحاجات دي، الناس تكون مركزة وكذي. والناس دي ما شاء الله ناس شرق النيل ديل، ناس ظريفين وطيبين أحسبهم، برضه أخونا ده بيزبط في الساون جزاه الله خير، وأعمامنا تواضعوا جو يحضروا لنا الله يحفظهم، وأخواننا برضه شايلين الكراسي وبيصلحوا في الكهرباء كويسين برضه، لكن صلحوا بعيد ما تقتلونا في الأيام دي. أنا عندنا عريس وعندنا حاجات كثيرة، خلوها كم يوم كي نشوف الحاصل. فقال لك حسن الخلق ده في ثلاثة أشياء: بذل الندى، الزول جمال أخلاقه طيبة دائما بيكون كريم. شكاية الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى قال: الكرم يغطي كثيرا من النقص. الكرم ده بسد لك نقص كثير جدا، يسد نقصا كثيرا. قال: وكف الأذى، زول أذاه الأخلاق طيبة ما بيأذى الناس، بيقدم لهم الخير. وطلاقة الوجه، ما بكون صار وشه ومتضايق اليوم كله وتيجي تقعد معاه ما بتستفيد منه في النهاية. زول زي ما قال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما ذكر الحزن في القرآن ممدوحا. أصله قال: إلا الأشياء اللي بتجي بعد الحزن، في أشياء بتجي ممدوحة وأشياء مذمومة. ممدوحة زي اللجوء إلى الله، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون إلى آخره. لكن الله سبحانه وتعالى قال: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. طيب ده السبب الأول. ليه بنتكلم عن المكارم، مكارم الأخلاق؟ لأن ذلك من الدين، واحد. الأمر الثاني، نتكلم عن مكارم الأخلاق لأننا نعيش بين البشر، والذي يعيش بين البشر له أب وله أم، له إخوان وله أبناء، له زوجة في الغالب، يعني بيكون عنده أولاد وزوجة، عنده جيران، بيمشي السوق بيشتغل، بيمشي بيقرأ في الجامعات، مارق وجاي، في النهاية في وسط البشر، ولا بد أن يعامل البشر، فلا بد من حسن الخلق. ولذلك رتب الله على ذلك، إذا صح التعبير،
رتب الله على ذلك الأجور. قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلى آخر الآيات. نحن نعيش في وسط بشر لابد أن عامل المعاملة الطيبة ونخلي فيهم أثر طيب. دي مسألة من المسائل. نمرة ثلاثة، لأن يا جماعة نحن بنحمل دعوة، والدعوة دي دعوة عظيمة، ودي أطهر دعوة، ودي أنقى دعوة، ودي أحسن دعوة، ودي أرضى دعوة لله تعالى، ودي فيها النجاة وفي تركها الهلاك، ودي فيها السعادة في الدنيا والآخرة، ودي فيها الأجور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ودي فيها المخرج مما يعيشه الناس من الفتن والمصائب. والدعوة ده يا جماعة بنعرضها للناس، وزي ما بتاع الخدار بيكون شايل له باغة مقدودة بروش في الخدار عشان يزينه، وبتاع الموبايلات من الصباح ينظف في بترينته، وبتاع العربات كل يومين ثلاثة يجيب زول يغسل عرباته بتاع المعرض، وأي زول عنده سلعة بقدمها للناس بزينة. نحن الدعوة دي ما دائرة تزين لأنها هي نظيفة أصلا، لكن بس دائرة مننا نحن نقدمها بالأساليب الشرعية كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الأجوبة المفيدة، نقدمها للناس في أحسن ما يكون. لأنه يا جماعة كثير من الناس بيحمل الحق لكن للأسف الشديد لا يستطيع توصيل الحق، زي زوج شايل له حقن وحبوب وده جنبه عيان، وفي النهاية الحقنة تلقاه يدوسه كلها يعوضه، الحبوب يبلعها للشد يمرضه. الزول ما لم يتخذ الوسائل الصحيحة في النهاية بيفسد. نحن يا جماعة حاملين دعوة، ما ممكن شاب صغير عمره 15 ولا 16 سنة ينهر زول عمره 40 سنة و50 و60 سنة، ما ممكن زول الناس قعدوا له في المسجد يتواضعوا له، فيه الدكاترة المسجد، فيه المهندسين، فيه البروفات، فيه الدرس ودراسات إسلامية، فيه الأكبر منه، فيه الأصغر منه، في والعنده مشاكل أسرية قاعد في المسجد، في الزول المضايق وعنده حاجات كثيرة هو فاقدة، عنده فقر وعنده وعنده وعنده، وجاء المسجد وانت تجي تبلغ الدعوة تخاطبه بخطاب كأنه أبو بخاطب في ولده العاق الولد السيء. فنحن يا جماعة نتكلم عن مكارم الأخلاق، والله نحن بنحمل دعوة، والدعوة دي ما حقتنا نحن، دي جبال النبي عليه الصلاة والسلام، الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. المسألة الرابعة نتكلم عن مكارم الأخلاق عشان نقفل أفواه الكثيرين من الحزبيين ومن المرضى ومن الأعداء الذين نظروا في دعوتنا هذه، وهي دعوة الله تعالى ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الصحابة، وما وجدوا بدعة واحدة، وما وجدوا مظهرا من مظاهر الشرك، وما وجدوا مجونا، وما وجدوا دعوة إلى معصية أو إلى فجور، ما وجدوا ثغرة إلا أن يطعنوا في بعض الدعاة بسبب سوء خلق البعض. أنا ما بقول الكل، وإنما بسبب سوء خلق البعض، بعض الناس ممن فيه خير ونريد تذكيره ونريد دعوته إلى الخير كما ندعو غيره. ده يا جماعة ده السبب شنو من الجلسة دي واللقاء، أربع أسباب. ده من الدين، نحن بنخاطب الناس وقاعدين مع الناس لأنه بنبلغ دعوة، لأنه يا جماعة الدعوة دي بعض الناس بيطعنوا فيها في كده، الناس تكفي الأبواب دي كلها وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. دي مسائل. المسائل الدارة ناقشها دي إن شاء الله تعالى في مكارم الأخلاق، أستدل وأستشهد على كل مسألة منها بآية من كتاب الله وآيتين أو ما تيسر
وببعض الأحاديث وببعض المواقف في السيرة وعند الصحابة. المسألة الأولى من مكارم الأخلاق أيها الإخوة الأفاضل والآباء الاحترام للكبير. زول الكبير يا جماعة زول احترمه، كبير في العلم، كبير في العمر، كبير في المكانة، الزول احترمه ويوقره ويتأدب معه واخفض له الصوت ما استطاع ويقدمه في الخير. لذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المؤمن. قال: فجاء في صدري أنها النخلة، أو كلمة نحوها. قال: وفي المجلس أبو بكر وعمر، فكرهت أن أتقدم عليهما، فخاض الناس في شجر البوادي. الناس بيقوا يقولوا ديات شجرة اللي بتشبه المؤمن، ذات شجرة في شجر البوادي، وكذا تكون مانجا، الجوافة، مسكيت، عشر، ذات شجرة. قال: حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. فقلت لعمر رضي الله عنه لأبي: جاء في صدري أو كلمة النحو أنها النخلة، فاستحييت وفي المجلس أنت وأبو بكر. قال: لو قلتها لكانت أحب إلي من كذا وكذا، أي من أمر الدنيا. فشوف الأدب، يعني كون أبو بكر قاعد رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه قاعد، وابن عمر مسألة زي دي يذكر النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعلم الصحابة، وهي في نفسه المسألة ذاتها، ويسكت تأدبا. نحن ما نقول أسكت عن بيان الحق، لكن في مسألة قبل كده نبه لها أخونا الشيخ مزمل حفظه الله تعالى في لقاء في أم درمان، وده كان اللقاء الثاني في مسألة الأخلاق بعد تربية الأجيال، كان في الفتيحاب، فيتكلم قال: بعض الناس إخوانه الأكبر منه في العلم وفي الدعوة وهو بقدمهم أو هم متقدمين عليه، قال يسألون مسألة طوال ابنه تجاوب وهم قاعدين مفروض هنا. نحن ما زي الجماعة ذيل، ما تقعد مع فلان في العنقريب وكذا وتملى كذا وتسوي كذا، ما نقول لك عظم فلانا أو فلانا، لكن سأله أنت انتظر لما شنو يجاوب، لو ما قال الحق خلاص الناس دارت تقوم بعدين تقول لهم: يا جماعة نزلكم في مسألة، المسألة كذا وكذا، قول الحق، الحق المهم يصل، لكن أنت في البداية شنو تريس شوية. والله اللي غادة ما تم كذي، وكان آخر زول يتكلم شيخ مزمل بس ختم كذي. يعني واحد سألني قال لي: أسمع فلان ده كيف؟ وسألني أنا ذاتي مسكين زيهم، لكن أخذتني عن أكبر منه، وأنا ذاتي مسكين أصغر منه، لكن في النهاية أخذتني كذا. قال لي فلان ده كيف؟ أنا قبل ما أجاوب ده نطة طوالي، ده حلبي أنا بعرفه، وهو ما حلبي أنا عارفه، وعنده حاجات تانية، كو كان صبرني أنا كان جيهت، عنده حاجات نطة طوالي، ده حلب يا زول زالني منه أنا. أنا قلت الزول ما حضر ولا الحاصل، معقول يا أخي؟ يا جماعة المسألة دي بالراحة جدا، أنت شوف في النهاية يكون عندك شيء من الاحترام. والله الذي لا إله غيره سمعت كلام بين ولد وجده، قال له: والله يا جدي كان ما أنت جدي كان جلدتك جلد جده عديل، أقسم بالله جد كان ما أنت جدي كان جلدتك جلد يا جدي، انت بتفهم ولا شنو؟ ليه جدو يا جماعه معقوله؟ هل ده كان الخلق النبوي؟ وهل ده كان اخلاق الصحابه؟ الزول يا جماعه يكون عنده انكسار، يكون عنده ادب، يكون عنده احترام، يا اخي ما بخسرك شيء، انت حامل دعوه. كثير من النقاشات حضرناه، والله الذي لا اله غيره، انا بحضر في نقاش ابو وولده وجا واحد ثاني وداك بتاع فتنه، في النهاية الولد ده بقول كلام قدام أبوه تتعجب منه، ومشيت دعوة لواحد من الشباب أبوه قاعد، مشينا المسجد الله يتقبل، وجينا
قال لي ابوي ده يخزل في الدعوة، ابو قاعد ابوي ده يخزل في الدعوة وما وقف معانا، ويوم ذاك الجماعة شاكلوني ما وقف معاي وكذا. انت راي وقفت منه؟ ولو ما وقف معاك كتر خير، وكون ابوك ما وقف ضدك انت احترمه، بلغ له الدعوة. ما سمعنا النبي من الانبياء قال عبارة زي دي، ولا صحابي من الصحابة ولا تابعي من التابعين. فزول يا جماعة الاحترام ده والله مهم، واي زول تلقاه صغير شفته بقل ادبه على زول كبير ده ما فيه رجا في الدعوة، الا ينصحه في النهاية اقبل والحمد لله، لكن يبينوا له وما زال يصر على سوء الخلق هذا لا ينصر دينا، في الغالب لا ينصر دينا. زول يتأدب يا اخي، المنهج الشائل ده منهج نزل به جبريل عليه السلام من السماء والنبي عليه الصلاة والسلام. انا والله عاينت في القرآن من اوله الى اخره وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأته، فوجدت سير الانبياء افضل السير قبل دعوتهم، قبل دعوتهم. شكي لما جاءت الدعوة الناس لما حاولوا يطعنوا في الدعوة قالوا انتوا زمان كنتوا كويسين واسي جيتونا بالكعب ونجوم بالسمع. يا صالح قد كنت فينا شنو مرجوا قبل هذا، معناه سيرته كانت شنو كانت سمحة. يا شعيب أصلاتك تأمرك، معناه شنو معناه كان بيصلي عنده خير وقدم خير. النبي عليه الصلاة والسلام كان لقبه شنو قبل الدعوة؟ الصادق الأمين. موسى عليه السلام لما جاء في المشكلة الثانية، ما الأولى الثانية، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ قال له شنو؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. يعني قال لنا احنا ما ظانين مسألة زي دي، انت زول عرف عنك الخير ودار برضو تقتلني زي الكتلت الأولى وكذا وكذا. فموسى عليه السلام تركه وانصرف وذهب عليه السلام. سير كلها وريني نبي من الأنبياء سيرته ما كانت طيبة. ولذلك يا جماعة الأخلاق مهمة جدا، وانت بتحمل دعوة يا أخي اتق الله في هذه الدعوة. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام برأي أحوال الناس حتى ترك بعض الأشياء بعد البيان، قال لولا أن قومك حديثوا عهد بكفر لهدمت شنو الكعبة، ولا بنيتها على قواعد إبراهيم، ولا جعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. النبي عليه الصلاة والسلام ناس كتار من المنافقين ما كتلوا ليه؟ لئلا يقال محمد يقتل أصحابه. ترايح على الناس إذا أدب معاهم تقدر الدعوة اللي تبتحملها دي. يا جماعة مسألة من المسائل. المسألة الثانية التلطف في الألفاظ. يا جماعة نحن بنقول الشدة على أهل البدع وعلى أهل الشرك وعلى دعاة الباطل من الدين، ما عندنا شك في المسألة دي ولا مغيرين فيها. حكمنا الآن ده حكم الله سبحانه وتعالى. لكن يا جماعة في ناس من المساكين ممن غرر بهم، كما قال الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في كتابه شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث، تكلم عن رؤوس المتصوفة من المضلين، ثم ذكر بعض الأتباع ممن غرر به، لكن قال إذا بين له الحق يقبل هذا يتلطف به. شوف لو التابع ولا كبير بتدي الحق ويتكبر وكذا دي مسألة تانية. لكن يا جماعة الزول بالعموم المساكين وكذا يتلطف فيهم، الكبار في السن يخاطبهم بالأسلوب الطيب، حتى لو شيء طلبوا منك وانت ما قادر تملكه. بعض المساجد ونمشي نتكلم قال إننا وزعتوا جايبين فينا إشاعات، مرة مسجد مشيت بعد الجمعة لموا لي ناس اللجنة شافوا شكلي ده كذي، اليوم ذاك الدنيا إما دي ولا شنو، المهم شافوا شكلي ده شفتها جابوا لي ناس اللجنة. قال لي أسمع والله عندنا مسجد ودارين نقومه وكذا، شوفوا لنا حاجة وأنا إن شافوا جايبين يمكن يلقوا مقدود عليهم رب. بعدين شنو قال لي شوفوا لنا كذا وكذا وكذا وكذا. انت تدي الناس شنو
كلام الطيب. قلت له والله علمنا عارفون هاي تمنى شوف اكين الله يقين. تاني من اليوم ذاك ما مشيت لهم خايف يقول لي ما شفت انا. الله يوفق بنهاية المطاف. انت مرات بتبتلى في ناس بيسألوك. والكلام ده يا جماعة في السيرة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فخاض الناس فيهم في صحيح مسلم. ثم أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صفات هؤلاء، ذكر 4 صفات: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون، وعلى ربهم شنو يتوكلون. قال عكاش بن محصن رضي الله عنه: يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل قال: يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. قال: شنو سبقك بها عكاشة؟ ما قال لي تمام النون، ولا قال لي انت لقيت الباب فاتح بس بتجي خاشي ساي واي زول بعد شويه يجي خاشي. لا، قال لي سبقك بها شنو؟ الزول قعد والكلام نزل في صدره شنو؟ بردا وسلاما. الليله كثير من الناس يا جماعه، ودي رساله لينا كلنا. واحد تلقاه الله نعم عليه بنعمه من النعم، كان سايق موتر، ان سايق عربيه، ان سايق هليكوبتر، سايق شغلت ملت يجوا الجماعه ماشيين معاك قدام. قول لهم والله يا جماعه اخواننا ونفرح تمشوا معانا وكذا، لكن تراه الشغله دي وكذا هنا تمشي. يقول لك اتفضلها ومن براهم بيشوف انت تقعد تتلام معاهم. قاعدكم وين يعني؟ افتح لك هنا الورده محل الاسبير ولا اسوي. في ناس عندهم لقامه وما في اي فائده، صلاه وكلمات وشده واحراج، بحبوا الاحراج حب. يا اخي انت رد شنو بالراحه ورد بادب. في ناس هسه بيسالوك برا انت كداعي اسئله مرات غبيه للنهايه. ما تقول لي انت غبي وما بتفهم، ده سؤال زي انت جاوبه. واحد من الشباب استقام جديد وبقى في منازعه، امشي بعض الحزبيين ويجي لبعض اخواننا. استقام جديد مشى لحزب دفر ودفره، جانا تاني ما رجع. ادى دفره انا ذاتي مع انها زعلتني لكن كيفتني لانه تاني ما رجع. ذاك مشى لي قال له من الصباح، وان كان اخونا ده اصلا فيه خير نحسبه. جاء من الصباح ماشيين مبيت مع الحزب ذاك قريبه، من الصباح ماشيين المسجد. قال لي المهم فيه، قال لي في الشارع سالته قلت له يا الشيخ، وشاب صغير ذاك ذاته الحزب، قال له باقي المعجون بيبطل الوضوء؟ ده مش سؤال يعني، سؤال ما هنا علمي صح ولا ما صح من ناحية يعني سؤال بيدل على انه الزول لا المهم معلومته انه ما بيبطل. بدل يقول له بالراحة ما بيبطل وكذا راح قال له يا ودي التبليد باللفظة دي كذا، يا ودي التبليد. الزول مشى والحمد لله جانا وراني الحاصل وكذا وريته مهم ما تيسر. فالزول يا جماعة مرات كثير من الناس بيسألوك في الملأ ولا براك بحسن نية، عندهم أسئلة. واسي جاي رمضان عندهم أسئلة كثيرة جدا، والناس بيشكل عليهم كثير من الأمور ومرات أسئلة غبية. يا أخي تلقاه بالصدر رحب، في النهاية كونه احترمك وشافك زول ثقة وشافك زول عندك علم ويتأدب معاك وجاك بكل احترام سألك، يا اخي جاوبه على قدر سؤاله. لو سالك قال لك المويه دي حلال اشربها ولا حرام؟ بالراحه كذا يقول له حلال بس، ما في داعي تتلائم وتجيب لك هنا وكذا. فالناس يا جماعه تتلطف شنو؟ في الالفاظ دي مساله مهمه. المساله الثالثه وانا كنت داير اتكلم عنها، اخونا الشيخ حفظه الله ابو بكر تكلم عنها واوفى حفظه الله تعالى وكفى فيما احسب، مساله الصدق. وجماعة أنا بتكلم من منظور تاني، وكان الكلام الدار أذكره ذكر أكثر منه وفادنا جزاه الله خير. الزول يا جماعة الدين ده دا لو داري مش قدام يكون صادق مع الله وصادق مع الخلق، وزي ما ذكر الدين ده كله قائم على الصدق. والله تعالى قال في القرآن: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الزول يكون صادق في كل شيء، وده بعينك حتى في الدعوة.
الزول يا جماعة الصادق ومخلص، والدعوة دي حارقاو ما رياء الناس. يجي قدام بعض الناس تلقاه شرس براو، هناك تلقاه لين. قدام بعض الناس يظهر بعض المعلومات ويعمل فيها كذا وكذا وكذا. أنا والله عجبني كلام ذكروه عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قالوا جمعوا له مجموعة من العلماء الكبار وقالوا اديه النصيحة. شوف زول عالم زي ابن باز، مفتي مفتي الدنيا في زمنه، وجابوا له علماء زي ديل اتفلسف لهم. وهذه المسائل وأصول القياس وأصول كذا والاستنباط، وأنتم علماء، وأصول الاجتهاد وكذا، وقال البربهاري وقال ابن عبد البر وقال كذا وكذا، ممكن يستعرض لهم شنو؟ علم كثير جدا. قال بس وعظ عن التوحيد، توحيد والعبادة. قال تعالى، اتلموا قدامه، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يا إخوان عليكم بالتوحيد، عليكم بكذا، عليكم كذا وكذا. أنا والله الكلام ده استفدت منه فوائد كثيرة جدا، أو فوائد يعني يستفيد منها من وفقه الله تعالى. إنه الزول يا جماعة لما يكون صادق ومخلص ما بيلتفت للقدامه. ده مجلس فيه فلان وفلان وفلان من الدعاة، يقوم يستعرض، قال فلان وقال فلان وكذا، فائدة فلان وكذا 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 وكذا، وعائل للناس تكيفوا ولا ما تكيفوا. والناس ذي نظرة لي كيف هذول ارمي قدام، والله ديل يدفنوك وياكلوا باصلة. ما عارف الحاصل ما ذيل، يعني كل الناس يعني يدفنوك وينسوك، لكن البنجيك تصدق مع ربك سبحانه وتعالى، مع الله تعالى. ونحن يا جماعة لو الناس بس التفتت للنصيحة اللي قدمها أخونا الشيخ أبو بكر حفظه الله تعالى، والله بيريحنا من كثير من الكلام. شفت الناس لو صدقت كفاية جدا. أنت عارف الصدق يعني شنو؟ الشيخ ابن عثيمين قال: الصدق مطابقة الخبر الواقع. لو ركزت في الكلمة دي نحن ما بنحتاج نتكلم كثير. يعني مطابقة الخبر الواقع، يعني لما تقول أنا موحد مفروض في الخبر تكون شنو؟ موحد. مفروض في الواقع تكون موحد، زي ما انت في الخبر اخبرت انك شنو؟ من الموحدين. لما تقول انا سلفي، سلف ده في بعض الناس قالين كذي، سلف يعني ردم وجغم بس، سلف ده يعني توحيد، تكون تمام موحد، كل توحيد توكل ونذر عباده دعاء الى اخره. وسلفي يعني في المنهج تكون على المنهج السلفي. واحد من اخواننا الافاضل حفظه الله، ما بدأ نجيب اسمه، نصلي هنا نجر راجوية ولا تصلوا نصلي بينا منو طيفور ولا في نزاع في السلطة في شرق النيل بين طيفور وخالق ضحوية. في واحد من اخواننا الافاضل الان موجود، قال يا شيخ مزمل هو قاعد اسي ده غضب في الطرمبة، خنق له واحد، ما واحد من ذوي السلطان خنق ورفعه فوق الطرمبة، وفي النهاية حلوها منه والشغلة بقت وهيدا، قال تستغفر الحمد لله ورجع الحمد لله واموره مشت. هذول فينا السلف ده يا جماعة، ونحسبه من خيار اخواننا الله يحفظه، في النهاية تراجع واستغفر. يعني الزول يا جماعة السلفية دي شيلة كلها، والله السلف تقرأ في أخلاق، في معاملات، في صبر، في تقديم. الناس اللي بيهضموا النفوس تماما، ودي النقطة الرابعة أدار أتكلم عنها يا جماعة، الزول في الخصومات بين إخواني، أخونا شيخ أبو بكر ده الكلمة الأخيرة دي بيقصد بيها الزول لو ظلمك أنت في نفسك، ولا وقع في معصية أو في خطأ مع المناصحة وكذا وكذا وكذا، تصبر عليه ما لم يتبين انه معاند، ما يفهم خلاف المراد كذا وكذا وكذا، يعني الزول يهضم نفسه. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. قال: قدم الله الصلح ومدحه فقال والصلح خير ورغب فيه،
وقال بعد ذلك وأحضرت الأنفس الشح، قال لأن الصلح لا يتم، ودي فائدة يا جماعة مهمة جدا، قال لأن الصلح لا يتم إلا بالتنازل عن بعض حقوق النفس. يعني زول جاب بدعة، جاب كذا، عنده خروج، عنده كذا، ومصر داي تتركه، كان أخوك 20 سنة، دي ما بتخالف الوفاء في شيء، لكن زول وقع في خطأ وانت بتبين له وبيرجع، أو ظلمك انت في نفسك، أو أخطأ في حقك أنت بكلام أو بفعل، أو حصل موقف زي الجبين ده، زول من أخوانك ومستعجل، وانت قلت له يا أخي أجيف وأنا محتاج ليك وكذا، وهو مشى مستعجل، عنده مشكلة، عنده غيره مشى، انت شلت في نفسك، أعفو عنه، اتجاوز، ولو حصل خصومة أو كلام مشادة بينك وبينه وسمع الكلام أنساه وأعفو، الله بيديك الثواب والأجر العظيم عنده سبحانه وتعالى. قال وأحضرت الأنفس الشح، قال لأن النفس دي شحيحة بحقها، ولا يتم الصلح إلا بالتنازل عن بعض الحقوق. ومما يستشهد به ما حدث بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في البخاري وفي غيره، لما حصل كلام بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقبل وهو يرفع إزاره، قال إن صاحبكم قد غامر، يعني الليلة في شيء، وهو كان رضي الله عنه جل النبي عليه الصلاة والسلام، عليك الله أسمع الكلام، جل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بيني وبين عمر شيء، يعني كان بيني وبين عمر شيئا، فأتيت إليه فطلبت أن يعفو عني فأبى، قفل الباب عمر رضي الله عنه ودخل البيت من شدة الغضب، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم أو قال يغفر الله لك يا أبا بكر، إلى أن ذهب عمر رضي الله عنه إلى بيت أبي بكر. في النهاية عمر رضي الله عنه لما ذهب عنه الغضب ذهب ليصلح الذي بينه وبين أبي بكر، ما شاء له في بيته، ولما سأل عنه لم يجده، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجهه قال، وأنا ده والله دي بالذات عجبتني في الحديث، ورتني إن الصحابة ديل ناس همون الآخرة، وناس زي ما ذكر الشيخ عندهم وفاء وعندهم صدق، وناس دارين الخير لإخوانهم. قال فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه جثى على ركبتيه، يعني خاف على عمر، وقال يا رسول الله إنما أنا أخطأت في حقي، يعني أنا شنو؟ أنا الغلطة عليه. فقال بل أنا يا أبا بكر، قال بل أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إن الله بعثني إليكم فكذبتمون، يعني زمان يعني قبل ما أسلم، وصدقني أبو بكر وواساني بنفسي ومالي، ألا فخلوا عني صاحبي، فتركوه، يعني بيقوا ما بغضبوه. فالشاهد لما كانت خصومة والنبي عليه الصلاة والسلام غضب، خاف أبو بكر رضي الله عنه على صاحبه. ولذلك يا جماعة دائما الزول يهضم يتجاوز أخوانك ديل، والله صفوة، أنا والله الذي لا إله غيره أحسبهم والله حسيبهم، جاي في الطريق أسي قبل شوية، والله دا ربك آية، بنختم إن شاء الله، بصلي بيكون أنا ذاتي بعدين أصبر، ومعتز قاعد إن شاء الله، أنت بس أصبر لي شوية شاب، ده طبعا أكبر مني، ما تقوله أنا كبير، أكبر مني وأفهم، أحسن والله وحسيبه، مفروض دي أنا ذات أستفيد، منتكلم عن الخلق وكذا وكذا، والله يحفظ. مهم نرجع تاني للموضوع، أنا والله جاي في الطريق يا جماعة، أختم لكم بالكلام ده، جايين في الطريق والله شفنا مناظر وبلاوي
وزي ما قال أبو بكر شغلة دي صبروا شوية عشان ما تتفتل وموضوع طويل. لكن أنا لما شفت بعض المناظر والله ذكرت أخواننا ديل وذكرت أشياء كثيرة جدا. ناس تركوا الشهوات، تركوا الدنيا، تركوا كل شيء، أحسبهم الله وحسيبهم، واختاروا هذا المنهج في غربة. حتى في الذين يتكلمون بعضهم يتكلم التوحيد لكن له رغبة تاني، حتى في وسط ديل هم في غربة كون اختاروا المنهج القويم ده. والله دي صفوة، أصبروا عليهم اخواننا ديل. ما لم زول يجيب ببدعة ويصر تبع الدماء في الشغلة واضحة، لكن غير كذي ناس يا جماعة تتحمل. وغير اخواننا زي ما ذكر فيها يا جماعة كثير من العوام بيجوا بيحترموا الناس بيتقدموا معاهم عاملون المعاملة الطيبة. ما ممكن يا جماعة كثير من المساجد والله الذي لا إله غيره الناس بعد الجمعة يقوموا يتسالموا، إلقوا المستقيمين سلام حار وإلقوا بعض الناس التانين الجو يسمعوا الدين وقاعدين وبعاينوا لك، ما تفتح لهم باب الشيطان ولك شوف ودقن لا ودقن سلام حار. ونحن يسلموا لنا بطرف يدهم يا أخدزات تسلم على سلام قوي ولا كيف يا جماعة؟ ما عندنا حزب صح ولا ما صح؟ ما بيش هستو رئيسكم يعني كجماعة ما بي رئيس والله الذي لا إله غيره ما بي رئيس شغلة زي ما قال لك كلهم ما في كلهم واحد بفضل الله بس الله بيرفع فلان وفلان فلانا عن فلان بالعلم وبدعوته توفيق الله له. لكن ما الناس يا أخوان بس يا جماعة أنا لا عندنا حزب ولا كذا وكذا. ما تسوى أشياء بعض الأشياء المحسوبة على إخواننا في بعض المساجد الناس التانيين سلموا عليهم سلام حار طيبون ورون أزيلوا عنهم الشبهات دي. ناس يقولون مشددين أزيلوا عنهم الشبهات بالمعاملة الطيبة. أنا والله أتكيف من كثير من إخواننا ورافقناهم وشفناهم تلقاهم يضحكوا معادة ويتونسوا معادة ويمشوا معاو ويركبوا. وبعض الناس سواقين مرات بنركب معاهم نسافر تلقى إخواننا يضحكون ويتونسوا معاهم ويشركون في آراهم وفي كلامهم وفي كذا. دي حاجات طيبة ما تسوى عازل بيننا وبين الناس بأشياء ما موجودة صح. الله بيرفع الناس بعلمهم وكذا 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 لكن طيب الناس ما لم الناس تصار منا الشر وكذا. دي مسألة. المسألة الأخيرة يا جماعة والتنبيه برا الموضوع في مساجد بتاعتنا يعني غير مساجد أخواننا. أنا حرقاني براي دار استغل المنبر ده واختم بها ومتكيف من أخواننا بيجوا يحضروا الناس بعد الدرس يا أمة ما تتكتلوا في الحوش بتطردوا الدرس. أنا مجرب الشغل يخرب ولي كم درس أنا براي أخواننا حافظه الله والله بنحبهم وبيجوا من بعيد بعد الدرس بيجوا. أول شيء الميكروفون المسجد بيكون ما حقنا فاصلا المساجد دي حقت الله لكن في ناس مسلطين جابونا لدرس أخواننا الميكروفون بيقوم يصلحوا ثلاثة. في ناس عندهم شغلة جوا هنا عندهم حب سلطة في المسجد ولك شوف ديل ودقين جو صلطوا في الجامع صلحوا في الميكروفون. يا ناس مساجد زي دي جزاكم الله خير خلوا المؤذن يصلح الميكروفون ما تطردونا بسبب ميكروفون. وبعد الصلاة يا منظم أنا كنت داري أعلق لكن جايبوا الأيام دي أكران خلوه الأيام دي ما تدوا أي تعليق وكاميرا ما في يجيبوا لنا مشاكل. بعدين شنو يعني تلقاهم بعد الصلاة يتسالموا ومجموعة وطق طق طق. في ناس دي أكبر عندهم قريب من الشرك شفت الطق دي بعد الصلاة أعمامك الكبار ديل تلقى بصلي وما هو كبار ديل صلاة والله يتقبلها غايته كثير منهم في الصلاة بعين لك انت بتطقطق بإيجاد يا ناس ما تطقطق بعد الصلاة عليك الله الناس طوالي تمشي مفضة وكذي والناس تواصل جزاكم الله خير والله يحفظكم والناس تتلطف بالناس. صلى الله وسلم على نبينا.